تبع تليفوناتي اللي خلت بالي ينشغل هالقد. حبيبي انت ما بقى تتركني هالقد، ما فيها غياب ابا. هي شو؟ بدي حبة الماس. ميرسي حبيبي، ما كان بدي اياك تكلف حالك هالقد، يعني انه زي ما لالك. عم بمزح معك انت. سي بتصير لالك اذا عرفتي تحلي هاللغز. لغز؟ حكم خبرتك. لا من هالناحية ما تعطى الهم، أنا من نظرة وحدة للألماظة بعرف من أي بلد من عند أي تاجر كمان. أنا عم بحكي عن خبرتك بالحياة مو بالألماس، يعني بحكم الأشكال والألوان اللي مروا على راسك. أنا اختصرت كل حياتي فيك. مرتي بتموت غرض أو بالأحرى إنه تمتحن بسببك. لأنها مجنونة، ما أنت اللي بيعيش معك بينكتب له عمر جديد. أنا مريت بفترة عصيبة كتير. إن شاء الله يا رب عدوينك. فجأة بلاقي حل عم يراقبني وبعت لي رسائل تهديد. مرتي الوفية عم تعمل شغلات من ورا ظهري، عم تغفلني من غير علمي. وهذا الحجر بلاقي واقع من الخاتم البيت. لا والغريب إنه بتنتحر باليوم اللي كانت لابسته. يعني أنت شو تفسيرك لهذا الشيء؟ والله تفسيري إنه حسادك كتار وهي تصطفل منها لربها. أنا ما عم بقلك تبصري لي، أنت شو فهمتي من هذا الحكي؟ صراحة يعني في شي غلط. شو؟ ما بتزعل مني؟ أنا تعبان أصلاً، ما أدران أزعل من حدا. إنه يعني كيف معقول تكون لابسة الخاتم وتغرق فيه، وبعدين أنت تلاقي الحجر بالبيت، شو بدها تقوم من الموت يعني وتروح على البيت وتعمل له تعزيلة هيك سريعة، وهي مستعجلة يوقع الحجر وما تنتبه؟ كيف بدها تنتبه يعني ما هي مستعجلة، خايفة إنه روحها توصل قبلها. ايه فادي طمني شو صار معك؟ نايا انا لازم فل من البلد باسرع طريقه ممكنه، بدي اياك تبعتي لي تيكت وشويه مصاري لانه عاصم قرب يكشف الحقيقه. ليش شو قلت له؟ انا مش مشكلتي بس مع عاصم، طلع لي جبران كمان. فادي ما عم بفهم عليك، فهمني. فهمتهم اثنيناتهم انه